ثلاثة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي جرت بقاعة المخالي في عين سبع بمدينة القنيطرة بطولة المغرب فئة الكبار في المصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة الحرة. خليج خمان. تألق فريق الجيش الملكي في نهائيات البطولة الوطنية للكبار في المصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة الحرة باكتساح جل الأوزان. الحمد لله التظاهرات مزيانة في أجواء مزيانة واستطاع الجيش الملكي يحصل على جميع الأوزان خفيفة وثقيلة والحمد لله غنكونوا غنشرفوا المغرب إن شاء الله في النخبة الوطنية اللي هي الأولمبياد إن شاء الله في شهر 3 إن شاء الله. البطولة شكلت فرصة للأبطال المغاربة للتألق كما كانت فرصة لبعض العناصر لتأكيد حضورها القوي والتحاقها بالفريق الوطني الكبار كما هو الحال لأيوب حنين من الرشاد البرنوسي وعثمان البهجة من الجيش الملكي. كنتمنى إن شاء الله كما درت بطل المغرب ندير بطل إفريقيا وإن شاء الله نتأهل الألعاب الأولمبية المقامة في ريو بعد استعداد اللي يكون المنتخب الوطني إن شاء الله في المغرب وخارج المغرب. البطولة عرفت تنظيما في المستوى ومن المنتظر أن يفسح المجال للفريق الوطني الأول الذي يتواجد منذ شهرين بالمركز الأولمبي الدولي بإيران مع أبرز المنتخبات العالمية قبل العودة للمغرب والمشاركة في بطولة إفريقيا شهر مارس المقبل.